انا واحد من الناس كنت فاكر اللي اسمه المرسى ابو العباس، بس لا، هو اسمه ابو العباس المرسى، واسمه بالكامل انا مش عارف اقول الاسم ده كله، اسمه طويل قوي، فاحنا كاتبه فرق. اسمه شهاب الدين ابو العباس احمد ابن حسن ابن علي الخرزوجي الانصار المرسي، ابو العباس المرسي احسن. وهو كان تلميذ ابو الحسن الشاذلي. من كتر المقامات اللي هناك انا ما دخلتش صورت الجامع، انا كان كل تصويري المقامات اللي هناك، فكان في ظهر على طول ابو العباس المرسي كان مقام الست. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.